فقط اليوم حل مشكلة عدم ظهور أيقونة التحميل في اليوتيوب الخاصة ببرنامج انترنت داونلود مانجر على متصفح جوجل كروم. يعاني بعض مستخدمي اليوتيوب من عدم ظهور أيقونة التحميل عندما يود البعض تحميل أحد مقاطع الفيديو، وتنتج هذه المشكلة نتيجة لعدم تثبيت إضافة برنامج الداونلود مانجر على متصفح جوجل كروم. ولتثبيت هذه الإضافة على متصفح جوجل كروم يتطلب أن يكون لدينا أحدث نسخة من متصفح جوجل كروم، وأن يكون لدينا أحدث إصدار من برنامج الداونلود مانجر. فبعد تحميل أحدث إصدار من برنامج داونلود مانجر وتثبيته على الويندوز، ثم نقوم بالذهاب إلى الإضافات الخاصة بمتصفح جوجل كروم، سنجد أنه تم تثبيت إضافة الداونلود مانجر بهذا الشكل، ونتأكد أنه تم وضع علامة صح في مربع تم التمكين. ولكن هناك البعض لا يتم تثبيت إضافة برنامج داونلود مانجر على متصفح جوجل كروم، في هذه الحالة يتطلب تثبيت الإضافة يدويا. فنقوم أولا بإزالة الإضافة من متصفح جوجل كروم. ولتثبيت الإضافة يدويا في حالة عدم تثبيتها تلقائيا على متصفح جوجل كروم، كل ما هو علينا اتباع الخطوات التالية. نقوم أولا بالذهاب إلى البارتيشن السي، ثم نقوم بالضغط عليه، وفي مربع البحث نقوم بالبحث عن هذه الكلمة، وسوف أضع لكم هذه الكلمة أسفل الفيديو، وهي الكلمة الخاصة بإضافة الداونلود مانجر. بعد البحث تظهر لنا هذه الإضافة، نقوم عن طريق عملية السحب والإفلات نقوم برمي الإضافة إلى إضافات متصفح جوجل كروم بهذا الشكل، ثم نقوم بالضغط على كلمة إضافة. بذلك تم إضافة برنامج داونلود مانجر يدويا إلى متصفح جوجل كروم. ولتجربة الإضافة على أحد الفيديوهات هل سيتم إظهار أيقونة التحميل أم لا، نقوم بتشغيل أحد الفيديوهات على اليوتيوب. كما ترون تم إظهار أيقونة التحميل بهذا الشكل، ولكن نحب أن ننوه في حالة عدم حل مشكلة أيقونة التحميل عند البعض، يمكنه الذهاب إلى هذا الموقع وتحميل هذا البرنامج، هو برنامج يوتيوب داونلود، وستتمكن من هذا البرنامج من تحميل الفيديوهات بجودة عالية. وقد قمنا في فيديو سابق بشرح هذا البرنامج، وسوف يظهر لديكم رابط الفيديو الذي يتم فيه شرح هذا البرنامج، وهو برنامج خاص بتحميل فيديوهات اليوتيوب. وأيضا لا نقتصر على التحميل من متصفح جوجل كروم، فيمكننا أيضا الذهاب إلى متصفح الفايرفوكس والتحميل منه. كما ترون يمكننا التحميل عن طريق متصفح الفايرفوكس.